وللحديث عن أوضاع المخفيين قسرا في العراق بعد أن أصبحت ظاهرة حقوقية تتكاثف المنظمات الحقوقية للحد منها مع تسليط الدولة وتوغل الميليشيات بل تسلط الدولة وتوغل الميليشيات، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي السيد محمد عماد. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا بكم. وقعتم ضمن 30 منظمة حقوقية على عريضة تطالب بإنهاء ملف الإخفاء القسري في العراق، ما الذي دفعكم لتبني هذه الحملة؟ نعم، تأتي هذه الحملة في البداية، عفوا، تحية لك وللسادة المشاهدين. أنطلق من سؤال حضرتك بالتأكيد على أن هذه الحملة تأتي في إطار الحملات التي نقوم بها كمرصد أورو متوسطي لحقوق الإنسان والعديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، لا سيما بعد تصاعد وتيرة الإخفاء القسري التي تقوم به السلطات العراقية، بالإضافة إلى القوات الخارجة عن القانون والتي عبرنا عن استغرابنا الشديد من أن يكون هناك تكاتف وتقاطع في الأهداف في انتهاك حقوق الأفراد العراقيين وإخفائهم قسريا. حقيقة العدد المهول الذي وثقناه كما وثقته العديد من المؤسسات الحقوقية والتي رصدت إخفاء أكثر من 250 ألف مواطن عراقي دون أن يتم توجيه لهم أي تهم قانونية ودون أن يستندوا إلى حقهم القانوني في الدفاع أمام المحاكم العراقية، وأيضا ما يعانيه أولئك الأشخاص في أثناء عرضهم حتى على السلطات القضائية العراقية، وحجم الفساد الذي لامسناه ورصدناه كما رصدته العديد من المنظمات. كل هذه المعطيات والمؤشرات كانت الدفع الأكبر لنا للمشاركة والتوقيع على هذه العريضة، كما أننا قمنا في وقت سابق فيما يتعلق في الملف العراقي بإصدار العديد من البيانات والتقارير والمراسلات العاجلة، سواء للأشخاص المعنيين بحث حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أو حتى للسلطات العراقية عبر الحكومة وأيضا عبر لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي. نعم، كيف ينظر المجتمع الدولي عامة والحقوقي خاصة لقضية المختفين قسرا في العراق؟ نعم، على المستوى الدولي هي جريمة الإخفاء القسري هي جريمة موجودة في القانون الدولي ومجرمة في العديد من نصوص الاتفاقيات العالمية لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأيضا اتفاقية القضاء على كافة أشكال الإخفاء القسري. لكن هذه الخطوات الموجودة في القانون الدولي وما نص عليه القانون الدولي من تجريم هذا السلوك لم نرى انه يترجم على ارض الواقع من خلال مواقف دوليه جديه للتحرك من اجل وقف هذه الانتهاكات التي تتم بحق المواطن العراقي، بمعنى انه لاحظنا هناك بعض المواقف الخجوله من بعض الدول تدين هذا الفعل باخفاء بعض الاشخاص او اخفاء الاف الاشخاص عفوا داخل الاراضي العراقيه، لكن لم نلمس اي تحرك حقيقي وجدي على ارض الواقع، لا سيما اننا طلبنا العديد من الاشخاص كالمقرر الخاص بحلف حقوق الانسان، وايضا ارسلنا تقارير لمجلس حقوق الانسان وللامم المتحده نطالبهم فيها بضروره التدخل لوقف عمليه الاخفاء القسري التي تتم بحق المواطن العراقي، لكن الى هذه اللحظه لم نشهد اي تحرك جدي وحقيقي. لكن على الصعيد الاخر ايضا نجد ان هناك صمت غير مبرر للولايات المتحده الامريكيه في مقابل انه كان هناك منذ عده اسابيع مبعوثين دوليين داخل جمهوريه العراق، وكانت هناك عمليه اخفاء قسري واعتداءات على المواطن العراقي، ولم نشهد اي تعليق من قبل تلك الوفود الامميه على ما يجري داخل العراق، وهذا مؤشر يعطينا على ان مثل هذه الحملات بحاجه ان تكون بشكل اكبر على المستوى الدولي من اجل وقف الانتهاكات التي تتم بحق المواطن العراقيين، وايضا تسليط الضوء بشكل اكبر لحشد الاصوات الشعبيه والقانونيه والحقوقيه من اجل تدويل هذه القضيه وجعلها قضيه راي عام دولي، املا في اطلاق سراح المختفون قسريا او المقاومه قسريا داخل جمهوريه العراق. ما الذي يمكن ان تقوم به هذه الحمله؟ ما اهميتها في ظل تزايد اعداد المخفيين قسرا؟ نعم، هي هذه الحمله تاتي في اطار تحشيد الراي الدولي تجاه قضيه المقاومه قسريا داخل جمهوريه العراق. نعلم كما يعلم الجميع الان الساحه الدوليه تشهد العديد من الصراعات والقضايا الحساسه، لكن تبقى ولا احد يذكر هذه القضيه بشكل اساسي برغم العدد المهول، نتحدث عن ربع مليون انسان مقاومة قسريا داخل جمهوريه العراق، تعتبر العراق من اولى الدول التي تتصدر قائمه الاخفاء والخطف بحق مواطنيها ومدنيها، وبالتالي هذه الحمله تاتي في اطار تحشيد الراي العام الدولي من اجل وضع حلول او للفت نظر الدول الفاعله على المستوى الدولي من اجل البدء بخطوات جديه وفعله لوقف الانتهاكات بحق المواطنين العراقيين ومن ضمنها جريمه الاخفاء القسري. اكدتم على الدور الذي تقوم به الميليشيات وتتسبب في تفاقم هذه الازمه، هل رصدتم اي دور حكومي للحد من جرائم الميليشيات في ملف الاختفاء القسري تحديدا؟
على العكس، نحن ما قمنا برصده ان هناك تكاتف من قبل الحكومه مع الميليشيات المسلحه او تقاطع للاهداف بين الافراد الامنيين الرسميين وبين القوات المسلحه، بمعنى ان المناطق التي لا تستطيع او التي لا يكون تواجد امني كبير فيها، نجد ان المسلحين هم من يقوموا باختطاف الافراد وتغييب صوت الراي الحر، لا سيما الاشخاص الفاعلين على وسائل التواصل الاجتماعي والذين يطالبون بحقوق المواطنين العراقيين. وبالتالي مرة الظهر ليس هناك حملات من قبل الحكومة لوقف المسلحين أو الأشخاص الخارجين عن القانون، بل على العكس وجدنا أن هناك تقاطع في الأهداف والأسباب التي دفعت كل الطرفين، من سواء كانت الحكومة أو الميليشيات المسلحة، لاتخاذ مثل هذه الانتهاكات لحق المواطنين العراقيين. وبالتالي الدولة تتحمل المسؤولية عن إخفاء المواطنين القصريين، وأيضا تتحمل المسؤولية عن الغطاء الذي توفره للمسلحين أو الخارجين عن القانون في عملية الإخفاء القسري وفي جريمة الإخفاء القسري التي يقوموا بممارستها بحق المواطن العراقي. شكرا لك الباحث القانوني في المرصد الأورو متوسطي محمد عماد، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول.